الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، لعن الله وسلم مستوصلا. رأى المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن، أو قال ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وغير واحد من أئمة عن منصور. هنا في قوله مغيرات خلق الله هي أيضا حال في هذا الباب. قوله حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة، حديث متفق عليه. الحق هنا نتكلم على مسألة الوشم، والوشم هنا الوشم أيضا تستحق المرأة فيها اللعن، ولم نرى أحدا من العلماء قال بأنه الوشم يصح إذا أذن الزوج به. هذه رحمة الله بنا أنه لم يحدث شيء. قال وشم مستوشم، مسألة مهمة جدا لابد من الكلام عليها، لأن الوشم ينتشر كثيرا في المغرب العربي، كثير جدا الوشم عندهم، وفي الصعيد عندنا أيضا. الصعيد عندهم الوشم بالذات عند طبع الحسن هنا، صحيح؟ في الوشم هنا في الصعيد كثير جدا، لكن هو في المغرب أكثر أعتقد. فهو الوشم هو غرز الإبرة وحبس الدم، بيعطي خضار في المكان، صح؟ بيعطي خضار. وطبعا الوشم الآن بقى الوشم اللي كان وشم على طبع الحسن، الآن وشم على الطوابع بأسرها، ليس على طبع الحسن فقط بل على الطوابع بأسرها. وهذه مسألة يعني لابد أن يعني أن نقول أنها حاضرة، أنها يعني تستجلب اللعنة، ومعنى ذلك أن الوشم كبير من الكبائر. ولم نرى أحدا من العلماء تكلم على أنها تكون فيها جواز بإذن الزوج أو غير الزوج، مع أن الوشم يعني فيها إيش؟ فيها كما يقولون فيها اصطناع الجماز، إبداع من أجل الجماز. فهذا الوشم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم بأنه قال المغيرات خلق الله، فتغيير خلق الله، ففيه تغيير لخلق الله جل في علاه. فقال لعن الله الوشم المستوشمة. وهنا التي تطلب المستوشمة سين والتاء للطلب، تطلب الوشم، فالتي تصنع الوشم والتي تستعمله في وجهها في أماكن أخرى من جسدها واقعة في اللعن، واقعة في لعن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماءنا يقولون اللعن دلالة على ضابط من ضوابط الكبيرة، لعندها أن الفعل هذا كبيرة من الكبائر. فلعن الله الواشمة المستوشمة، كما قلنا يعني من فعل ذلك وأراد أن يتوب إلى الله جل في علاه، لابد في توبته إذا تاب إلى الله جل في علاه أن يتوب وأن يزيل هذا النقش، من تمام توبته أن يزيل هذا النقش. وهنا ما يقولون في عمليات جراحية شديدة أعتقد في هذا الباب تتكلف كثيرا، وفيها ما فيها من الإيلام للواشم، صحيح؟ فنقول إن كان الأمر كذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لابد أن يأتي بلاصق ويخفيه، لابد أن يأتي بلاصق ويخفيه، يخفي هذا الوشم من استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن يكفيه أنه إن تاب تاب الله عليه، إن تاب تاب الله عليه. وهذه مسألة من أهم المكان، هذا بالنسبة للوشم. أما النمص فالنمص الخلاف فيه وارد، لأن الشافعية يرون أن المسألة راجعة إلى إذن الزوج، لأن فيها التغرير، لأن النمص التي تنمص ويأتي الرجل يراها يكون فيه شيء من التغرير عليه، يكون فيه شيء من التغرير عليه. إذا أذن الزوج بذلك له، إذا أذن الزوج بذلك صح له ذلك، رسوم الحين لا تدخل في ذلك. فإذا أذن الزوج لها ذلك، هذا كلام الشافعية. ويحتجون بكلام عائشة رضي الله عنها أرضاه أنها قالت لو قال زوجك اخلعي مقلتيه له لا لكان خيرا لك، وكان أول حديث هذا ضعيف، وهذا حديث ضعيف لم يصح. ولذلك في توضيح الأحكام ابن الملقن قال وموافقة عائشة لظاهر النص
أولى من مخالفتها لظاهر النص، لأن النص على العموم، لعن الله النامصة والمتنمصة على التعميم. لكن ما هو النمص؟ اختلف فيه العلماء أيضا، لأن الحق أن الإمام أحمد قال بالقص يجوز في هذا الباب، قال ليس نمصا. وابن جرير الطبري يرى أن النمص هو إزالة شعر الوجه، يبقى لو طلع لها شارب لحية لا يجوز لها أن تأتي بجانبه، لا يجوز لها أن تزيل هذا الشعر، وهذا باطل صراحة، لأنه ليس من أصل خلقتها، ليس من أصل خلقتها، ولا يدخل تحت التعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله، لأنه ليس من أصل خلقتها. والبعض قالوا أنت يعني أن تزيل كل الحاجب ثم تضع رسما هكذا قلما، تضع رسما قلما، فإن فعلت ذلك فإنها تكون قد نمصت. والصحيح الراجح أن النمص هو معالجة شعر الحاجب، النمص هو معالجة شعر الحاجب، وفيها تغيير لخلق الله. وهنا القاعدة الحديثية، الراوي أعلم بما روى، عبد الله بن ابن مسعود هو راوي الحديث، والمرأة قالت له أنت لعنت الوشيمة مستوشيمة من أين أتيت بذلك؟ قال في كتاب الله، قال قرأت كتاب الله من أول الأخير فلم أجد، قال لو قرأتي لوجدتيه، قال الله تعالى إيش؟ قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة والوشيمة والمستوشيمة. ولذلك قالوا النامصة إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش من ماصا، وقال أن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين فقط للترقيق والتسوية. ولذلك قال أبو داود النامصة التي تنقش الحاجب في ترقيق. لكن الطبري قال لا يجوز مرة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليه. قلنا اللحية والشارب ليس من أصل خلقتها. نعم. كالمتفلجات بالحسن، قال مغيرات خلق الله، خلق الله. إذا كيف ترى؟ يا لا ترى صحيح. كفى بعين زوجها ترى، أو عين زوجها المحبة له يرى بها. الله أكبر، رضي الله عنك سلفي، أحسن الله إليك ورفع الله مقامك. كيف الشهادة انتهى جميعا وهو صوتي الآن؟ الله أكبر، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك، إن شاء الله ولا قدر الله، إن شاء الله ولا قدر الله. كتاب الشهادات أيضا، نفع الله بك الأمة الإسلامية، نفع الله بك الأمة الإسلامية. زوجها وعيونها وقلبها وكل شيء لها، فإن كانت صديقة في حبي سترى بعيني، وينبض قلبها في الحنايا والضلوع عندها، والعكس بالعكس. فهذا هو الأصل في هذا الباب. فإذا لا يجوز النمص، والنمص هو معالجة شعر الحاجب. حتى العبسة هذا نمص، حتى العبسة لا يجوز الفعل فيها، لا يجوز الفعل فيها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا المتفلجات حسن المغيرات خلق الله، قال مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله، فهذا تغيير خلق الله لا يجوز. لكن يبقى أن ألفت الانتباه إلى أن هناك تغيير خلق الله جاء الشرع بإثباته، كالصبغة، قال غيروا هذا السواد، وغيروا هذا البياض وجنبوه السواد. وأن السلام على قول بعض العلماء أنه صبغ الحيطة، وأيضا فيه تجميل بالمكياجات الجديدة، هذه كلها مؤقتة كالصبغة تنزل منزلتها. فإذا يجوز لها أن تجمل نفسها وتظهر جمالها لزوجها لها، ذلك دفع هذا، وهذا أخرجه الجماعة. الفائدة المستنبطة، التعليل يقوي الحكم. نعم، لا يدخل فيه التشقير، لا يدخل فيه التشقير. من ضوابط الكبيرة لعن صاحبها. فإذا ثالثة، الراوي أعلم بما روى. ربي اغفر لي. قال الحاجب عرس أخي، غفر الله لك ولأخيك، وغفر الله لمن تفعل ذلك، أعوذ بالله. الله ملعونة، تو ملعونة، إيش بقى بعدها؟ بعد ملعونة انتهى الموضوع، كيف استنجوا هي؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.